عبد الله السعيد بيقود الزمالك للفوز على الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف في مباراه انقلب الحال فيها في دقائق معدوده. مواجهه كانت ممله في الشوط الاول وانقلب الحال في الشوط الثاني، والزمالك بمزيج ما بين الخبره والشباب بيصل للنقطه 38 في المركز التاسع. اما الاسماعيلي فبيتجمد رصيده عند النقطه 31 في المركز ال 14 بعد الخساره في المباراه الثانيه على التوالي. وما بين عودة الزمالك للانتصارات ومعاناة الدراويش، كان الغائب الحاضر أحمد رفعت اللوحة اللي زينت المدرجات وخطفت الأنظار. رفعت هيفضل حاضر في قلوبنا مهما طال المطاف. يا اهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10. قبل اي شيء جمهور الزمالك النهاردة حلو ورائع وجميل وجدع ومبهر ومدهش وكل الصفات الحلوة اللي عايز تقولها قولها. في 24 ساعة فقط قادر انه ينظم نفسه، قادر انه يخلي الصورة عظيمة جدا، والصورة عظيمة لما يبقى فيها أحمد رفعت رحمة الله عليه. هذه الصورة الرائعة باللافتات، بالتنظيم، بالهتافات، بكل شيء النهاردة. إيه الحلاوة دي يا جمهور يا زمالك؟ إيه الحلاوة والجمال ده؟ رائعين، مبدعين. الجمهور ده أصلاً جمهور الزمالك ممكن ما يروحش المدرجات. ليه؟ فرقته تقريباً شبه ابتعدت عن المنافسة خلاص على لقب الدوري، ورغم كده بيروح لفرقته، رايح يكرم لاعب عظيم أحمد رفعت ويقول له في الجنة إن شاء الله ومش هننساك. توقف قلبه وأوجع قلوبنا في الجنة يا رفعت، لفتة رفعتها جماهير نادي الزمالك النهاردة. إيه الجمال والحلاوة دي؟ إزاي الكلام ده يا جماعة بيتنظم في 24 ساعة بس؟ إزاي جمهور رائع كده؟ إزاي جمهور حلو قوي كده؟ إزاي جمهور أصيل قوي كده؟ قوي. والنبي سمعنا الهتافات النهاردة بتاعة جماهير نادي الزمالك وجمال جماهير نادي الزمالك وهي بتهتف لأحمد رفعت في الجنة. إن شاء الله بإذن الله دعواتكم ودعوات كل الناس بإذن الله يكون دلوقتي رفعت في أحلى مكان في الجنة إن شاء الله بإذن الله. جمهور عظيم، جمهور رائع. اسمع الكلام. الجمهور بالمناسبة قدر يعمل حداد، قاعدين ما بيشجعوش، ما بيعملوش مهمتهم الطبيعية اللي هي التشجيع. حداد على أحمد رفعت رحمة الله عليه. طبعا مش كلامك بقى في موضوع التأجيل، وكان ينفع نأجل ولا منأجلش والكلام ده كله، عشان خلاص ما بقاش فيه نفس ولا حد قادر يتكلم في الحكاية دي. قتلت بحسن. احنا بنأجل في الهيفة ومنأجلش لما يستحق الدوري انه يتأجل، سواء بقى في قصة رفعت، سواء قصة المنتخب الاول، سواء قصة المنتخب الاولمبي. لكن في حاجات اقل بكتير، والله ده مكسل، ده بيتدلع، ده متضايق، ده مش عارف ايه، هنأجل. لكن لما نيجي بقى في الجد، المسابقة وانتظام المسابقة والحياة لازم تدور والعجلة والكلام اللي انتوا بتسمعوه طول الوقت ده، دي حكاية.